رئيس الإصلاح يهنئ الملك سلمان وولي عهده بالعيد الوطني 94 للمملكة ويبدي اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة بين اليمن والسعودية. اليدومي ثمن مواقف المملكة الداعمة للمعركة الوطنية في اليمن وتقديم الدعم الإغاثي للتخفيف من معاناة الشعب. تزامنا مع ذكرى النكبة، منظمات حقوقية ترصد آلاف الجرائم والانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية. وزير الإعلام يدين حملة الاختطافات الحوثية المسعورة بحق اليمنيين على خلفية الاحتفال بثورة 26 من سبتمبر. استعدادات مكثفة للاحتفاء بالعيد 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في عدد من المحافظات. لوحة فنية إبداعية لطالبات في تعز ابتهاجا بعيد الثورة وتأكيدا على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.